لو بنتكلم في المعيار عندنا كلها. كمل جملتك عشان نسمع. انا شايف كمان ان احنا يعني ابتعدنا عن بعض النقط. اذا كان ما زال الشيخ حازم هو مرشح محتمل حتى الان فلابد برضو ان يكون لنا اكتر من منظور، المنظور بتاع الانفاق على الحمله الدعائيه حتى الان، ثم هل بعد قبول اوراقه اذا قبلت اوراقه هيصرف تاني؟ هل حضرتك احنا هنحسب من بعد قبوله في الترشيح ولا هنحسب لحد فين؟ احنا وصلنا لمرحله مصر بلد النيل وبصراطه ابو اسماعيل، احنا مش عارفين فعلا نوصل. الشباب بيقولوا ده صح، دي تعليقات. يعني هل احنا دلوقتي هنقدر نحسب ازاي؟ احنا وصلنا لمرحله احنا مش عارفين نحسب الناس دي صرفت كام ورحنا لحد فين. حاجه تانية كمان، انا شايف من وجهه نظري كيس المرشح نفسه مفيش برنامج واضح. تمام، البرنامج يا جماعه عندي مش لحيه وان انا اخطب خطبي في الجامع، البرنامج عندي مش حشد كبير ماشي في الشارع وكل يؤيدون ويؤيدون ويؤيدون. انا ما انكرش ان الشيخ حازم في اوقات كان له تصريحات يعني تحسب على الثوره، يعني تصريحات ثوريه ولقى قبول كثيرا من الشباب، وكثيرا من الشباب حطوا صور الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، الدكتور عبد المنعم مفتوح، الاستاذ حمدين صباحي، قالوا هنتخب حد من ثلاثه ده طبعا قبل ترشح خالد علي وقبل ترشح مجموعه كبيره من الناس. فاحنا دلوقتي مش عايزين نبقى بنهاجم شخص بس نحط المعيار. لو بصينا المعيار كده هنلاقي الكيس من اولها لاخرها في وجهه نظري يعني لو جينا نصححها تبقى راسبه، الكيس مش ناجحه. النقطة الثانية، هو لما جيت كلم الشيخ حازم في تصريح 1 ابريل وقال اختي تحمل الجنسية ومقيمة هناك، قال ان والدته تحمل الجرين كارد. ده تمام؟ لما يجي بعدها قال لك يعني انا ما اعرفش، اصل انا خطبت وزارة الداخلية، اصل انا يعني انا شوية حسيت يعني بعد التصريحات القوية في الاول ثم ان انا اسحبها بالراحة. يعني هو في الاول حتى كان تصريحاته هجومية على السياحة وعلى الآثار وعلى شوية ابتدى يسحبها لما خد المتشددين في صفه وابتدى يميل شوية ناحية الليبراليين والشباب الثورة ان هي تدعم الحملة بتاعته. فيعني انا شايف الموضوع من اوله يعني متضارب، فاحنا لازم يبقى لنا نظرة. الرئيس اللي جاي دوت احنا عايزين حد يقود مصر يا جماعه، مش عايزين حد يبقى فضيله الشيخ واخدنا البركه وما نخشش برده في موضوع فلان دعوته مستجابه. ويعني الموضوع يعني بقى بعيد شويه عن اللي احنا فيه. دعوته مستجابه يعني انا مش عارف يعني دعوته مستجابه يا دكتور. استاذ محمد واستاذ ناصر اتفضل. هو يعني علشان تشوف المشهد كله، احنا في تقديري من يوم الاستفتاء على التعديلات الدستوريه احنا دخلنا في عك سياسي بخلفية عسكرية وعك انتخابي بطبيعة دينية. بقول الكلام ده دايما. العك السياسي بخلفية عسكرية إن أريد لنا أن يتم تعديل على دستور مبارك، ترقيع لدستور مبارك، ونعتبر أن ده الدستور بتاع المرحلة. وتيارات سياسية بعينها هي التي دعت الناخبين للتصويت بنعم، بمعنى أن نعم ده واجب شرعي صح. ها، وان لا دي بتدخل النار، وده عك انتخابي وسياسي بخلفيه دينيه. من اللحظه دي بدا تنكشف ازمه المجتمع المصري، مجتمع يعاني من البؤس والياس. في جماعه دينيه خاطبت بؤس المجتمع كجمعيه خيريه وياسه كجمعيه دينيه. بؤسه كجمعيه خيريه انها بتجيب الزيت والسكر وانابيب البوتاجاز، ويأسه كجمعيه دينيه بان مفيش امل في الدنيا فيبقى في امل في الاخره، فلما تقول نعم في الاستفتاء هتخش الجنه، ولما تدي الميزان او النور او الفانوس هتخش الجنه. من الورطه دي بدا تتكشف حجم المشكله بعد نتيجه الانتخابات البرلمانيه واداء مجلس الشعب. في لحظة القسم أنا بخرج بره الموضوع، يعني بره التحديد حازم، أنا بشوف إن الصورة أكبر من أكبر من حازم بكتير. في لحظة القسم داخل البرلمان، احنا ما بنتكلمش عن كفاءة المرشحين، لا الحقيقة نتكلم عن كفاءة المرشحين برضه، بس أنا بقول إن في لحظة القسم داخل مجلس الشعب إن في نائب في البرلمان رايح يقسم أن يحترم الدستور والقانون، ففي أول جلسة بيخالف الدستور والقانون وبيقول فيما لا يخالف شرع الله. يعني في أول جلسة أنت هتطمن للنائب اللي بيخالف القانون والدستور في أول جلسة من البرلمان إن هو هينفذ القانون والدستور إزاي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، ثم ثبت إن جميع الذين تقريبا جميع أو أغلب الذين أقسموا ألا يخالفوا شرع الله هم كانوا لا يخالفوا شرع المجلس العسكري وتعاليم الأمريكان بشكل واضح. في أزمة أنابيب بوتاجاز في البلد، فجي وزير البترول، لم يجرؤ أحد من الذين أقسموا ألا يخالفوا شرع الله إنه يسأل وزير البترول أنت بتصدر الغاز لإسرائيل ليه؟ ولما حصلت أزمة المتهمين الأمريكان اللي هربوا
ها ثبت ان جون ماكين التقى بالسيد خيرت الشاطر وان خيرت الشاطر كان له علاقه بتهريب المتهمين الامريكان او يعني جماعه الاخوان المسلمين كان لها علاقه بهذا الامر. في بيان صدر من جون ماكين شكر في جماعه الاخوان المسلمين على دورها في ده وقال ان هم ما لهمش دور. قال ان هم ما لهمش دور يعني هم صرحوا الامريكان الاخوان ما لهمش اي دور في تهريب او في ترحيل ال 15 جون ماكين له تصريح شهير. احنا بنشكر كذا